تعقد حزب تجمع وطن الاحرار اليوم الدوره العاديه ديالو ديال المجلس الوطني، وهذه المحطه التنظيميه كتعكس ان الحزب يحترم الانظمه والقوانين ديالو، لان دائما تحافظ على الدوريه ديال انعقاد جميع المحطات ديالو. اليوم غادي يكون النقاش ان شاء الله، غنستمعوا للعرض السياسي ديال الاخ الرئيس اللي غادي يطلع فيه الاعضاء ديال المجلس الوطني على الاجراءات الحكوميه اللي كانت خلال هذه السنه من اخر اجتماع ديال المجلس الوطني. كذلك غتكون المصادقه على الحسابات السنويه، ثم المصادقه على ميزانيه الحزب، ثم البرنامج، ثم البيان الختامي والبرقيه الولاء. هذه المحطات تتعكس كذلك من خلال الحضور ديال اغلبيه اعضاء المجلس الوطني، التشبث ديال المناضلين ومناضلات الحزب بالحزب ديالهم رغم الظرفيات والسياق اللي كتعرفوه بلادنا.